سميتي مجدة قدماري. المشكل اللي عندي انا كنت انسانه مجوجه ومطلقه، عندي 5 الوليدات، واحد السيد صديق ديال العائله، كيجي عندنا للدار مده 22 عام باش كنعرفوه، كان غبار علينا وتلاقيت معاه الوالده في واحد الظروف غامضه، وهذاك الانسان جا عندنا للدار، عاود جا عندنا للدار وكل شيء، وعرض عليا الزواج وقال لي نتزوجوا وداكشي، وانا قال لي انا مطلق، مره وحده مطلق، ويلاه مات لي الوالده وداكشي، ومعلقاني انني حتى انا مطلقه وداكشي. عرض عليا الزواج، قلت فيها خير. المهم هذاك الانسان اللي كتعرفو ماشي بحال اللي ما كتعرفوش، فعلا خطبني وداكشي، جمعنا الوراق ديال التكاتيب، قال لي غندفعهم الحاج التامك لاداره السجون باش يعطيني الموافقه باش نتكاتب، حيت قال لي الا طلقت كنعطي لاك ديالي لاداره السجون، ولا تزوجت كنعطي الطلاق ديالي والزواج ديالي كنعطيهم اداره السجون. يعني خاصي الا بغيت نتزوج خاص هذاك السيد ديال الحاج التامك اللي كيحكم على اداره السجون كامله، قال لي هو اللي يعطيني الموافقه ديال اوكي. فعلا داك الشيء جمعنا الوراق دفعهم، دارهم في بره كبيره وداك الشيء دفعهم، قال لي انا دفعتهم ليه. صافي هذاك السيد جات واحد الاصابه ديال واحد المرض ديال ازمه قلبيه، فعلا وقفت معاه، انا كان عندي واحد كدرت واحد الكسيده شديت شي فلوس وقفت معاه ماديا، وفي الاخر هذاك الانسان ملي جيت نشوف لقيته كيكذب، لقيته مجوج 4 العيالات ومطلقهم وانا هي الخامسه. واحد النهار قال لي انا راه تزاد عليا الحال، قبل ما يهددني ويضربني وداكشي قال لي انا راه تزاد عليا الحال، عافاك اعتقيني، ولا كانت شي اخوه بيناتنا وهذه وهذه. فعلا عيطت لاختو قلت لها جي راه كاينه كاين اختو، ما قالت لي عسيري سبقيني اعتقيت نجي بان حكم راجلها مريض. فعلا داكشي اللي درت مشيت سبقت انا غرضي نبيل زعما مني، صافي هذا الانسان ما بقى بيني وبينه والو، راه قلت انا تفهم هاد المشكل. صافي هذيك مشيت انايا عنده، شدني تكرفص عليا عنفني، ما ضربني احتزني مده سيمانه، فعلا الايامات اللي كان محتزني كان رابط لي يديا ورجليا وكان كيضربني كيعنفني كيقول لي عيالاتي داروا لي هادي، كيضربني باسم عيالاته وداكشي، وكيتكرفص عليا يعني جسديا وبالضرب وبسميتو بالجنس وبكل شيء. هاد السيد كيمارس معايا بدون رضاي بدون هادي، وفي الاخر ملي كيمشي للخدمه كيسد لي فمي، وانا مربوطه وكيسد لي فمي وكيمشي من 8:30 ديال الصباح ما كيجي حتى ل 5:30 د العشيه. سيمانه هو محتاجني وجاب لي الدواء ودوا لي عينيا وداكشي، حتى بدا براو شويه عينيا وبدات كتحيد ديك الزروقيه، عاد داني قلت ليه انا شوف، قلت انا ناخذو على قد عقلو، حيت كيقول لي غنحرقك ندير لك اللحك هنا، اللحك في المحمديه، نقردك اللحك طرف محمديه طرف هنا في زناته هادي هادي، ما جاو قال لي يجمعوا الجوته ديالك تلقاوني انا زات لشي بلاد. الرساله اللي كنوجه للمسؤولين هما ياخذوا لي حقي، انا هاد السيد ظلمني وتعدى عليا وتكرفص عليا، وما بقاش عندي الوجه لا قدام العائله ولا قدام مالين الدرب ولا قدام الناس ولا قدام حتى ولادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.